بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعينا الأعزاء، اليوم نقدم لكم فيديو احترافي. خلينا أول شيء نبدأ برد على التعليقات قبل متوفر جميع الأرقام من أقصاها لأدناها الكرة الأرضية. طبعا موجودين بإمكانكم التواصل معنا على رقم الواتساب، اطلب الرقم الذي تريده وأهلا وسهلا، معاك من الصفر حتى 10,000. أرقام واتساب تليجرام إلى آخره. خلينا نرد على التعليقات وفوت بالمفيد. شو معنات الرقم 2 وشو معنات أرم ميديا؟ أرم ميديا بعدين، والاثنين يعني الهاتف الثاني مشان أميز بيناتهم. ومعانا أول تعليق، شخص عنده مشكلة بجوجل بلاي، شخص شق بالمشار معي، مراجعين يوتيوب، هذا هو أو هذه هي، هاتي ميلو، هذا هو شخص عم شغل الفي بي ان للاستفاده من جوجل بلاي الامريكي، تمام، ولكن استخدم اسلوب الذكاء الصناعي، يعني عادي مثلا اليوم مثلا داخل تركيا اشغل الفي بي ان، استعمل جوجل بلاي الامريكي تمام، وخطي تركي وانترنتي غير مستقر، فمباشره شو بيصير؟ يصير خربطه. يعني اذا طفى الفي بي ان خدمات جوجل بتسجل موقعي، العم هذا انتقل من تركيا الى امريكا بثواني ورجع لتركيا بثواني، شو اللي عم يصير؟ الريبوتات الاليه تعمل لك بلوك، تمام، شو يساوون بك؟ يقول لك يا حبيب القلب أثبت أنك أمريكي، يعني أرفع بطاقة الفيزا التي تستخدمها والهوية الشخصية الأمريكية، فأنت أيها العبقري أياهما أفضل، حذف الملف الشخصي للدفع ولا تروح تصير مواطن أمريكي؟ إيه، فما في داعي للذكاء. فرح نكتب لك تم الرد. ايش هالكيبورد هاي؟ تم الرد بفيديو التعليقات لهذا اليوم، شكرا لك مشتك يا عمي. تم. طيب، وهاي خلصنا من اول تعليق، لنشوف ماذا يوجد في جعبة الاصدقاء. ولدينا تعليق يقول غالي الطلب رخيص، بدنا مقطع كيف نجدد الباركود تبع الاسم. والله سمعته من أحدهم يقول أنه الإسم بالنسبة للشبكات التركية يقول أنها تمنح مرة واحدة كل سنة، لا أعرف مصدر هذه المعلومة هل كان حقيقي أم لا، فهي تجربة دائما خير وبرهان. خلينا هسه نشوف من داخل برنامج التروكسل هل نستطيع أن نعمل طلب أو ما شبه ذلك. خلينا اليوم نستعرض برنامج التروكسل، ولا رأيك إيه؟ يلا بينا شوف تعليقات أخرى، نشوف بعض التعليقات. هل يوجد لسامسونج؟ يوجد. السلام عليكم أخي، في موقع عم يحاول يسرق مني. حبيبي ليس موقع اللي عم يحاول يسرق منك، إنه جوجل بلاي اشتراك، تمام، كارتك تم تسريبه لأحد الزملاء عندك وهو مسويك مطمورة، تمام. أنا شرحت سبق، ها الشرح موجود وشرحت كيف تتعامل مع المشكلة، هاي نقطة واحد. اثنين، لو استمريت بكتابة التعليق هذا ونسخه ولصقه ما رح أرد عليك، إن كانت تواصل معي تسجيل صوت 30 ثانية تحل الموضوع من جذوره، تمام. شكرا لك استاذ عمار، رحت على قناتك التليجرام ما لقيت شيء. إيه نعم، قناتك التليجرام ولا جروبك، على كل حال راح تكون موجودة. يا حبيبي يا حبيبي، يغوى التسجيل بغير برقم غير تركي، أغلب التطبيقات التركية لا تقبل، يعني معلش ولنفترض أنه قبلت أنك تسجل بالرقم الفرنسي، عند إثبات الهوية شلونك تثبت؟ الله يسامحك يا تركي، حصام الشوالي مرة من المرات عشان يقول له الله يسامحك يا تركي. إذن أحمد السيد شكرا جزيلا، كيف نسحب المكافأة؟ نسحب المكافأة فيما بعد كما قال مصطفى الحجي. بناس تفكر نحن بنهزر على قولة الأخوان المصريين، عادي ترى ما فيها مشكلة، يعني اليوم نحن عم نقدم كل ما نستطيع لأجل خدمتكم، يعني إذا حطيت لايك تموت ثق تمام، إذا حطيت لايك ومتت راح أتبرع بكل مرتباتي لمدة سنة عن روحك. كيف أذهب إلى التليجرام وأجد الرابط؟ لدي تليجرام، في رابط، تخيل في اختراع اسمه رابط، إذا نقرت عليه بوجهك على الجروب تبعنا بالتليجرام، تخيل رابطك لونه هو أزرق تنقر عليه، يا إلهي اختراع جديد هذا. إذن ننهي عند سمير، لو سمحت كيف أرفق صورة المنتج في التقييم؟ شغلة بسيطة إن شاء الله، في منتج جاي على الطريق بس يصنع نصور لك الفيديو.
يا أستاذي هل ممكن أستلم حوالات من الخارج على أوبشن؟ يمكنك ذلك وبطريقة بسيطة ومشروحة داخل قائمة تشغيل أوبشن. شكرا لكل من يقول حاضر، شكرا لكل من يؤستزني مع أني مليش فيها. عادي مواطن زيكم شباب. إلى تروكسل. الشبكات التركية الأربعة، منين جبت الرابعة؟ ليش جي اس ام هي الرابعة؟ راح نخش الآن إلى برنامج تروكسل، وبنعرف رقم مين من الزملاء موجود. ما أدري، الحمد لله ترى موجود هون. يعني ليست رشوة بالمعنى الحرفي، محاولة مراوغة. 230 ليرة، 2 جيجا بايت، 1000 ليرة يا راجل. بما أنك قلتها الحقني على الفودافون ولا بلاش؟ عادي، العالم كلها تعرف أنه أنا عندي 30 جيجا بايت 202 ليرة. تمام، شكرا شكرا. إلقي لم يورم. طيب حاليا نحن بصدد انه نعمل خطنا اي سيم، هل نستطيع ولا ما نستطيع؟ طيب حاليا راح ابحث بالبحث. بسم الله الرحمن الرحيم يا عمي، بحث بحث، ايش بدي انا من الباكيت السنوية؟ على فكرة شباب اللي بده يروح سياحة، شايف 600 ليرة هاي؟ مو 2 جيجا و100 دقيقة؟ اسوي لك انترنت مفتوح وكلم لا تشبع، 750 ليرة، انترنت معك طول الطريق من الانطلاق لحتى توصل ألمانيا بخير وسلامة. دي جي أبو علي بالوصف. طيب نعمل بحث الآن عن اي سيم. والعلم عند الله، بدنا نعاني شكلنا. نستخدم مساعدة تروكسل لنشوف ذكي، إذا بذكاء توبي تبع فودافون. جوجل سجلنا يا ابو ماك. طيب بدنا نقول له اريد الانتقال، اريد الانتقال الى الشريحة الالكترونية. راح نعمل ترجمة للتركي. لا يا عم، ايش هالترجمة هاي؟ خلاص اعطيه اي سيم. اي اندرسكور اس اي ام. روح يفهم عجب. اي سيم، فيزيكال سيم، يني سيم. نو 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 نو. يلا بلاش النسخ ولا سوق. اي سيم كيو ار كود. اي سيم حق عندها ده فاز بالجي. طيب يني سيم كارد اكتيف، وفي عندك ابل ووتش ان يكن معذرة. طيب هلا نحن بدنا نحكي عن اي سيم كيو ار كود. Bir saat kullanma müşteri olduğunuz görmüyorum. Şunu yani. QR kodunuz kaybetince ya da QR kodunuz ilgiyle bir sorun yaşadınız, size yardımcı olabilirim için in yakın Truxel mağazalar. Ve habibi aziz, QR kod maalesef maalesef yani cemaa راح يقولوا لك على المعزلات تبعهم. يعني على مراكز تروكسل. وإذا يعني الله سبحانه وتعالى وفقك ولقيت موظف يعني يعتبر ماشي حاله، فالامور هتظبط. هيا راح ناخذ بعض ال شو عم يقول. بدي يوصلني بمركز خدمة المشتركين وانا مش فاضي له. طيب راح احكيك تركي. واحد اثنين ثلاثة، راح ينزل برنامج التسجيل. يلا معلم. 5 2. المايك معطل غريبة، مع اننا نحكي مع فودافون عادي مع المساعد. صح، تروكسل عمرها 30 سنة بس ما حبيت تروكسل ولا هي حبتني. حجي اي سي مي القيلة بدها معلومات. إذا مثل جماعة الفودافون كل سنة لحتى تعطون مثلا كيو آر كود كيفنا. يلا عمو، العالم عم تستنى، صار طول الفيديو 1 كيلومتر. طيب اسمها ما كنت ده فاضل بالجي. يلا زي الجيلة اكران يونيتو جيولوت. شنو
يا بدي زيتني هين. اهلا وسهلا بكم بالتروكسل الاي سي للغة العربية. طلع ما عم يسجل. المهم باختصار شديد كل شي راح يودونك على المازا. روح على مركز خدمة العملاء بالتروكسل لحتى تحصل على اي سي ثاني. طيب هل بامكاننا مثلا سنة سنتين نص سنة ثلاثة اشهر الى اخره؟ مثل فودافون مو ذاكرين اي معلومة، ولكن راح نجيب المعلومة من اصحابها. غريبة والله. ماكسيمو اون دفع ان كان اون دفع. طب التروكسل كاش كيرا اين اندا اكتب ولراك تك بير اي سيم هاتنا كلنا بنرسل اين اندا. ما اختلفنا بس اي سيم هر سنة يوكلن يورما. انا اعمل لك بير وجاك 2024 2 سيم يدا كولون مسروجة صفر. هدول منهم اي سيم لازمان اي سيم تو اكيد دفع كولون يوم اي سيم. هون طبعا الكود نفسه شفت سيم اكي بيكلا دي اس اس تكنولوجي ما بعرف ايش هذا مصدر خارجي. طيب هون اي سيم سورة بتيومو. هون عمل لك اي سيم يعني بير فيري باكيت اس 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 اي سيم كاتش هاي دجي بيريل بيريل بيريل. وهون في عنا التي اي بو انجا كلنا بنرسل ايفون كاتش كده كلنا يو يرتج جهاز لار كاتش اي اربعة اي سيم سنرسيز من ايه سنرسيز اي سيم بس بدك تحط خطة. طيب اي سيم ما فهمنا شيء. ديجيتال سيم اي سيم نيدر يورت نو تركت لكم اي سيم. شوف تركت لكم شو في عندنا بالنسبة لموضوع الاي سيم. نعم 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 ايه اعطيني من الاخير اوف اي سيم ام ام تو ام خطوط مسبقة الدفع. جيد جيد فرصتكم ما راح تتابعون الفيديو. المهم يا جماعة انا صراحة حاولت اجاوب على سؤال طرح ولكن بس راح يوجهوك الى المغزى. ما بامكاننا ان نساوي شيء من داخل التليفون مثل ما يساوي اخواننا الاتراك المواطنين الاتراك. طبعا لا نستطيع الا ان نذهب الى المغزى وان واجهنا موظفا جديد يعني تمام يعني الحافظة تبعيته 0 كيلو بايت فممكن يقول لك يوك الماس. هو بيكون مكتوب بالشركة تبعيته يصير ومحطوط عليه خط احمر وثلاثة الاف اشارة تعجب يقول لك الماس. نادر الماس الماس خلاص بيتي. الى هنا اكون قد المزت وبتيت الفيديو للنهاية. اللي وصل لهي المرحلة فيتوقع انه انت بطل لانك وصلت لهي المرحلة. انا شخصيا نعست. تقبلوا تحياتي كان معكم عمار الذهبي من خلف المايك الاسود تمام لنقل لكم احداث الاي سيم في الشبكات التركيه. لم نوفق بهذا الفيديو بقدر الامكان ولكن خلينا يعني نكسب منكم لايك واشتراك لتعزيز المناعه حتى ننشر فيديو اكثر وضوحا واكثر اختصارا. تقبلوا تحيات الزميل الدي جي بوعي الدي جي بوعي صرت اماراتي الدي جي بوعلي. وفي عندنا صديقنا في نصالنا كي 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 بورس كو كريدي باش فورو تعالوا تاخذ حقوق طبع ونشر بس ما يصير ما ينفع. فتحياتي خالد جان ديمير بما انك طلعت بالاشعارات وتحياتي لكل الشباب الطيبة فردا فردا. 125 جيجا بايت لمدة 6 أشهر فقط وحصريا 750 ليرة. إذا ما انتبه ما شو القصة بإمكانك التواصل مع رقم الدي جي أبو علي بالأسفل وبإمكاني أيضا أن ألقي لك إياه وسجل عندك. هات ورقة وقلم 0552 252 2424 دوتم بأمان الله وحفظه. مع السلامة إلى اللقاء.